تذكرون الصورة اللي انتشرت أكثر واحدة تبكي وحلوة وهي تبكي؟ كاي جوي عمري يا عمري أنت والله بديتك حل جمال ما شاء الله تبارك الرحمن وكينا حبيبتي طبعا احنا بنحب خلود كثير اخواتي مجننين يا عمري بديتكم يا عمري بديتكم جميلاتي والله انتو كوني منو مرمر كوني مرمر شنو يعني مرمر انا عبالي مرمر مريم دلع اسمك بس طلع شيء ثاني معناته الرخام الصافي شديد الصلابه واللمعه يما يخرع الوصفه ما اعرف تعرفوني ليش كذي من في عيوننا تبلين الف من حياتي زين بقول شيء عادي ما كويت المنبر شي بسرعه بسرعه لبسه ايش رايك هذا مكوي والله مو مكوي قولي والله مو مكوي ايش رايك بعبالي توني شوف شوف تينن والله جميله الجميلات انا السعوديه ايش رايكم بالعبات مخمل وتويد من وين طلبتها من واحده هني الحين بحط اكونتها النار شغل حلو والله كيوت سريعه تخيلي دقيت عليها ويابت لي خلص شوي زوم 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 يلا كذي على جنب على جنب هذا مال هذا تويد خام كذي يعني انا عندي مشكله ان انا ما اعرف اوصف ايش فيني تشفش طالع شفت انه عاد ولا شيء انت من صدقك اللي سويتيه امس بالليل بالاكل قاعده اسابل انا اسابل اشوف اسابل الدياي يقول حق امين اطالب بالدياي ولا فري ولا شنو ما ادري هو يقول اسمه فري بس انا صورة صقر على الكيس الكنافة الخضراء يما يا الكنافة بكاء 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 انصهار يلا نخرج يلا بسم الله الرحمن الرحيم ودخلنا مستودع جولي شيك واو شو الديكورات الجميلة كيوت سلام عليكم مني في بنات ما راح اصور زين نطل خلي يروحون اصور يما فد وانا جمال ملابسهم واو شوفوا الفستان مخمل ينن هم هذا مخمل بعد حلو اهلا وسهلا اهلا وسهلا كيفو شنو قلتي لي تو الجمله دار الطيب يمشي يس دار الطيب يتنقل واصل للرياض اليوم اخر مرتين وما تبين خلودي صغيره مسكينه خلودي الصغيره تدرين انها نلعب فيها شويه ساعتين زمان نلعب فيها بعدين ناخذيها الحين شكلي بخمط لها من هني بس ما يصير هذا بس حق تصوير في سوالف تدري شو تينا قرعي تعال خلنا اوريك ايه تعالي اوريك يلا الحين نشوف شوف الميداليات واو هذه منو هذه شنو هذه فرح الهادي هذه فرح هذه بنروح عروستنا ماكو مثلها وبيبي ماكو مثلها كذي ودي اسوي فوزه فوزه اي والله ابش ما راح ارقص بعرسي كذي والله وي وي انا رقصت بعرسي تسوي والله العظيم هذه سالفة كوشة وقاعدة كذي انا ما بيها كذي وانا المستحية لا لا المستحية بعد اخباري ما تكذبوش على بعض لا بيرقص ابي ارقص انا بعرسي شلون يشوفون بعض بعبي وحدة تصور بعبي بس شايفين بعض بالثاني بقبل لذر 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 امري انا يا حلو الحفاية يما بدونها مت عليك صوتي رايح لا تروحين اعديش بعدين تعدين خلاص انا قاعد اقول اكيد انت مغيره التليفون صوتك متغير ما ادري انا احط فلتر ما قالوا لك بعد شافوا صوتي شافوا صوتي احبالي صوتيه وايش رايك صوره خلودي الصغيره تعال طلعت والله عندك نفس تدرين انا اقول ما ايش اقول لها لما قاعد تصوري صوره يا اهل الروح الكبار ما اعرف اصور هذه انه اول ما انولدت الكل قام يقول لي هذه خلودي الصغيره خلودي الصغيره يصور شغله مهوله بالياهل والله مهوله بالياهل تو الناس هني كله شغلات حق المطبخ كله شغلات حق المطبخ وناسه شوف هذه مالت
شو يسمونه كريب ما ادري شنو حلوه. هذا كل الاشياء اللي احنا قاعد نصورها موجوده في جولي شي. كل الاشياء من جولي شيك، حتى البراويز، حتى كشكش ديكورات، اكسسوارات، مواعين. هني الشنط تو الناس قاعد فكر اسوي لها تيتوريال بعد وجلتر بعد تفتح بوتيك صح؟ قريبا جدا بابوس قبل ايوه يا نهى. لا هذا شنو شواربسكي ولا شنو؟ ما ادري بس فرو وشي يبرق ما ادري شيء. هذا حق السكان جولي شيك، حتى حق اطارات السيارات ما شنو عندهم اطارات؟ اسمع شلون بالقعده شلون قاعده واحد بالربع حلو والله حلو. هذولي حق السيارات اشياء. من وين عك خلودي الصغيره الجميله الكتكوته الكتكوته؟ هذا شنو هذا؟ والله اطلبها والله اطلبها عك خلودي. يا ماما يا ماما يا ماما حبيبي عندهم قراعيط، شوفوا قراعيط نفس مرات بنتي. ترى جولي شيك طلبت منهم بلاوي كلها قراعيط، اغلب ملابس بنتي اللي فيها قراعيط من جولي. هني كاميرات واشياء كذي الكترونيك. هني كل الاكسسوارز حق تزيين البيت، حق تزيين الممرات، الغرف، كل الاشياء الجميله. هذه انا، هذه انا راح هتحلل وانا ليومكم البس اطواق وتيجان. على خدي احط ايدي وحاسب بروحي بروحي. فرح الهادي لازم تطلبين هذي حركات. شوفوا الاقلام تجنن جنن مرة. هني ستيكرز نوتس، هذا حلو. هذا شنو كارد فظيع. شوفوا هذولي الأوراق عجيبين، هذا اللي تكتبون هني النوتس. هذا بعد أقلام، هذولي أقلام والله حلوين. جواتيهم تجنن وايد حلوين. هذا حبيته أنا، موت على كذي الجلتر وايد حلو. وهذا شموع. مفاجأة. Good morning teacher يا ماما. وين رايحة تتوقعون؟ أكيد عرفته وكل السليبرتي هناك. ها باقي بس أنا، طارت عني الطيارة وكان أحجز طيارة ثانية. أجيكم أجيكم. أهل الرياض جايت لكم زين، دير بالكم علي. الطيارات كلها طايرين عنا، بس يلا لحقنا على الطيارة الثانية كالعادة نفس المرة اللي طافت. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب وكأ.
رحلات مطاركم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وايد حبيته. نافورة وحركات ها ما شاء الله حلو وايد حلو. مرحبا يعطيك العافية. Make up forever sorry. اليوم مفروض ان انا اكون معاهم بس للاسف عندي سفره ومن زمان متفقه على هالسفره فما قدرت اخلف بوعدي. ان شاء الله لقانا المره الجايه في دبي باذن الله قريبا جدا. اسرع ميك اب بالعالم. السفره المفاجئه هذه الغير مخطط لها طرق العبايه سميها شو اسمه سفره طرق العبايه شو اسمه بمناسبة افتتاح مستودع جولي شيك في الرياض فرايحين نسوي تغطية حلوة ان شاء الله التغطية تعجبكم. ملابس جولي شيك بسيطة خفيفة الاسعار جدا منخفضة فان شاء الله ان شاء الله الاشياء تعجبكم. انا طلبة حق خلودي الصغيرة قراعيض لهني لهني من جولي شيك. انا الحين بروح بسوي لكم تغطية وشوفوا الملابس اللي عندهم. طبعا مثل ما شفتوا توني واصلة مفروض ان طيارتي الساعة 9 يا رب ما تطلع عني الطيارة. حلو هذه سفرة امين دق علي قال لي انه هو رايح البر وتعلق مخي اغنية شنو اسويرة راحت البر اتي بالعيش الاحمر وتحطه بالصواني على يد خوالي خوالي يا دلالي بعدين ما ادري شنو طول الدرب وانا سوي راحة الماء نجيب العيش الحمر. جميلاتي الجميلات احب هالكلمات جميلاتي الجميلات. اقول لكم بوتيكات مسوين بلاك فرايدي خصم على كل الايتمز 20% وهذا الشيء يسوونه مرة بالسنة. دخلوا وطلبوا اللي تبونه كل الشيء عليه خصم 20% قعدوا افتروا على كيف كيفكم عطورنا بخورنا كل شيء ميك اب كل شيء في البوتيك بوتيكيتي عليه خصومات 20% يعني الحين فرصتكم. هذا شيء يسوونه بوتيكات مرة واحدة بالسنة فلحقوا وعليكم بألف عافية. وكل شيء موجود عندي في بوتيك كيتي انا احبه واستخدمه ومجربته شخصيا فلا تحاتون ثقوا فيني زين وان شاء الله انتم بالسليم. شتي لما اقول حق امين انت حطي لك فيديو مالك شغل انتم بعد نفس الشيء حطوا عندكم فيديو مالكم شغل. السيستم كل شوي قاعد يعلق ولا هم ترى من زمان بادين البلاك فرايداي بس السيستم معلق. توني دخلت ولا كل شيء اوكي فابيكم تلحقون قبل لا يعلق مرة ثانية. أبي متابعيني بس أهم اللي يستفيدون من البلاك فرايدي 20%. حلو